سي خالد السكاح، مرحبا بك في موقع الميادين بوائم. الحمد لله على سلامتك من بعد المجيء ديالك من فرنسا ونجاح الدعوة ديالك. تحدثنا عن المحنة اللي الحمد لله دابا درنا داك الشوط، دابا الحمد لله درنا داك الصفحة ودرنا صفحة جديدة، لأن الآن بداية ديال حياة جديدة وحياة أخرى، لأن الأطفال الحمد لله دابا الأطفال ما بقاوش قاصرين، وكذلك القضاء الفرنسي نصفني، وتنشكر السلطات المغربية والسلطات الفرنسية اللي كانت في المستوى، وكان افتخر بسميتو بالبلاغة ديال الحكومة صاحب الجلالة، لأن بلاغات حتى هي كان عندها الوقع ديالها في الحكم الفرنسي، لأن القضية قضية سياسية ودبلوماسية وليست قضية عائلة. وكل تيبين هذا المشكلة، هذا تيبين التهور ديال الأجهزة النرويجية اللي قامت واحد الإجرام في حقي وفي حق الأبناء ديالي. سي خالد، الأبناء ديالك معاك الآن؟ لا الحمد لله، الآن أنا راه بوحدي ونبدا حياة جديدة إن شاء الله. ما الأبناء راهم في النرويج وتم التهجير ديالهم بطريقة غير قانونية، والآن وكذلك الكل تعرف أن تم استعمال ديالهم في تغطية أو تضليل الرأي العام الدولي والنرويجي من أجل تغطية على الأخطاء الكبيرة والفادحة والإجرام ديال الأجهزة النرويجية في هذه القضية ديال الأطفال. شكرا سي خالد، هي قضية حضانة وبس. شكرا.